في إطار احتفالية مئوية تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة، شاركت وزيرة التعاون رنا مشاط في حفل الإفطار الذي تم تنظيمه بالعاصمة الأمريكية واشنطن. يأتي ذلك على هامش فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين. وأكدت المشاط في كلمة لها على أهمية العلاقات التاريخية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، التي تقوم على أساس الالتزام المتبادل بتعزيز السلام والازدهار المشترك.